برحب بحضراتكم مرة تانية، وفي نهاية هذا الأسبوع هيبقى المهتم بما يتعلق بصناعة الورق والكرتون هيتوجه مباشرة إلى مدينة نصر، حيث قاعة المؤتمرات، حيث المعرض أو معرض الشرق الأوسط الدولي في نسخته 12 لصناعة الورق، واللي هيكون في عدد كبير من المهتمين بمجال الصناعة وبمجال صناعة الورق تحديدا. خلينا نتكلم عن هذا المعرض، أهم الضيوف اللي هيبقوا موجودين فيه، أهم الشركات الراعية. المهندس مصطفى صادق الراعي الرسمي لهذا المعرض منورنا النهاردة في استوديو نهارك سعيد، هيتكلم معنا فيما يتعلق على هذا الأمر. أهلا بحضرتك يا فندم، منور حضرتك. أهلا بحضرتك ومشاهدينك الكرام. المعرض، معرض الورق عموما، هو ده أكبر ملتقى اقتصادي تقني في مجال صناعة وإعادة تدوير الورق والكرتون وصناعة الطباعة والتغليف في الشرق الأوسط وفي أفريقيا بالكامل. وده برضو يجي من دور الدولة الرائد في هذه الصناعة والقديم. مصر من أوائل الدول في العالم اللي عرفت صناعة الورق عن طريق مصر القديم في اكتشاف الورق البردي وبدأة تصنيع الورق البردي واستخدامه في التوثيق الأحداث اللي مر بها على مر العصور. يعني صناعة الورق، الورق بالنسبة لنا ده حاجة استراتيجية في حياتنا ما قدرش نستغنى عنها أبدا. يعني المعرض ليه دور مهم جدا بيقدمه، سواء كان دور تقني، هو بيقدم كل ما هو حديث عالميا للسوق المصري، اللي يتيح للصناعة المصرية إنها تزدهر ويكون فيها تقدم أكتر من كده. بيتيح للمستثمرين التعرف على كل ما هو حديث وجديد عالميا في مجال صناعة الورق والطباعة والتغليف وإعادة تدوير الورق مرة أخرى. بيتيح لنا فرصة إن احنا نستقدم الموردين لنا الأجانب من الدول المتقدمة في صناعة الورق في مجال معدات تصنيع الورق وإعادة تدوير الورق للسوق المصري والمحلي. برضو من ضمن الحاجات اللي بتحصل من فعالياتنا، يعني اللي بنعملها، ان احنا في نفس الوقت عندنا بعض المحاضرات وبعض الندوات العلمية في مجال الورق والطباعة، بيقدمها مجموعة من كبار علماء ودكاترة مصريين بالفعل في جامعات مصرية خالصة. يعني برضو مصر متقدمة جدا علميا في هذا المجال، ولكن في مجال المعدات والمتطلبات للتصنيع نفسها من المصانع وتجهيزات المصانع، بنستقدم بعض الخبراء الأجانب لتقديم كل ما هو حديث في هذا المجال عالميا. المشاركة عربية عالمية، يعني كم عدد الجنسيات أو طبعا على احنا عندنا جنسيات، طبعا دولة الصين من الدول الرائدة في مجال معدات الورق، واللي ساهمت بشكل كبير جدا في جعل الماكينة أو المعدة الخاصة بتصنيع الورق متاحة في يد المستثمر. قبل كده كانت أوروبية بحتة، وطبعا تكلفتها باهظة جدا، كان قليل جدا من المستثمرين اللي بيقدر يكون عنده الإمكانية دي، ولكن بدخول الدولة، دولة الصين أو المستثمر الصيني في هذا المجال، طبعا أتاح كتير جدا لبعض المستثمرين الحصول على هذه المعدة أنها تكون في إيديه ويقدر يعمل مصنع ويقدر ينافس محليا وعالميا. ده طبعا دولة الصين بتقدم التكنولوجيا والمعدات اللي عندها. عندنا طبعا الشريك العربي المحترم دولة السعودية، هي برضو شريك قوي في المنطقة في استثمارات الورق عموما. يعني هي تعتبر من الدول برضو الرائدة في المجال، بس مصر بصراحة الكباستي بتاعتها أكبر ما شاء الله. يعني طبعا 100 مليون و30 مليون طبعا حتى في عدد الـ الانتاجيه، كميه الانتاجيه اللي بتطلع من سوق مصر، لا طبعا اكبر من السوق السعودي، اكبر سوق في المنطقه كلها، الشرق الاوسط وافريقيا بالكامل. اكبر دوله مصنعه للورق في الشرق الاوسط وافريقيا هي مصر بالفعل. طبعا عندنا شركاء برضو من القاره الاوروبيه، الالمان موجودين معنا بالفعل، عندنا ايطاليين، عندنا الهند دوله برضو
موجودة بقوة في مجال أجهزة القياس، في مجال التحضيرات للورق، لإعادة تدوير الورق. لا، هو المعرض أتاح فرصة كويسة جدا لتقريب وجهات النظر التكنولوجية، ويتيح للمستثمر المصري أنه يحصل على المعلومات اللي ما كانتش موجودة قبل كده. هل في ورش عمل او في مشاركات يستطيع اللي عايز يتعلم يعني او يعرف الجديد خلال هذا المعرض انه يشترك فيها او يدخل فيها؟ هي دمن الحدث او الصناعه اللي بتؤثر على العالم او بتلفت انتباه العالم هي اعاده تدوير المخلفات مره اخرى. أيوة. زي ما حضرتك عارف ان الانسان هو محور الحدث على مستوى الكون. كل ما حول يعني كل ربنا خلقه دايما بيسخره يعني للانسان دايما. البيئه من احدى العوامل المهمه جدا جدا الحفاظ عليها. فإعادة تدوير الورق بيساهم في الحفاظ على البيئة بطريقة غير عادية، يعني ده من أهم البنود اللي احنا بنركز عليه إعادة تدوير الورق مرة أخرى. فبالفعل بنقدم بعض المحاضرات العلمية في إعادة تدوير الورق في خلال المعرض للحفاظ على بيئة نظيفة، وده بيساعد كتير جدا في تطوير صناعة الورق نفسها. ده بالنسبة للجزء ده. لو رحنا لجزء الباكجينج والتعبئه والتغليف، أيوه. التعبئه والتغليف انا عايز اقول لحضرتك ان هو اهم حاجه في حياتنا حاليا. الورق بيقدمها حاجتين، الجزء العلمي وجزء التعبئه والتغليف. التعبئه والتغليف بينقسم لحاجتين، الجزء الاولاني هو تعبئه القطاع الدوائي والعلاجي، والجزء الثاني هو خاص بالغذائي، ودول قطاعين الانسان ما بيستغناش عنهم. فعشان كده هو الانسان محور الحدث، ومن هنا تاتي اهميه صناعه الورق. طبعا القطاع الدوائي في ظل ازمه كورونا كان ليه كثيف الاستخدام جدا 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 جدا، فبالتالي حصل اقدام وتطور في صناعه الورق وتطور في انتاجيه كميه المنتج اللي طالع من صناعه الورق. الفترة اللي فاتت دي كانت يعني لم يشهدها السوق المصري من قبل. برضه الغذائي نفس الموضوع، زي ما حضرتك عارف ان نتيجة التباعد الاجتماعي بعض الناس، وده كان ده كان لازم يحصل يعني، اللي هو البقاء في المنازل. وبالتالي كان الجزء الغذائي حتى ما كانش حد، مطاعم مغلقة ما كانش حد بيقدر يطلع يقعد في المطاعم ولا يعني ياخد الوجبات بتاعته في المطاعم، وبالتالي كانت المطاعم بتبعت الحاجات بتاعتها توصيل مغلفه. بالضبط. وبالتالي كان في اقبال غير عادي على صناعه الورق من التعبئه والتغليف، وطبعا والجزء اللي هو العلاجي الدوائي. أيوة. فلا طبعا للورق اهميه في حياتنا يعني مهمه جدا. في عندنا بعض الحاجات اللي برضو بنقدمها. لو جيت مثلا اتكلمت عن من 10 15 سنه، كان تقريبا امكاني يعني عدد المصانع اللي موجوده في مصر في إعادة تدوير الورق ما كانتش بالكثافة ولا الحجم المتاح حاليا. الفترة الأخيرة حصل فيها طفرة كبيرة جدا، وده برضو لما يحصل طفرة بالحجم ده بينتجها على طول الناتج اللي بعدها، بيعقبها على طول تنافس شديد على المنتج. لو أصبح المنتج موجود فتنافس شديد على الجودة. إيه المتميز في الجودة؟ هو اللي يقدر يثبت كفاءته ومنتجه هيقدر يكمل، ما حصلش عنده ضغوط في انه لازم ينزل بالسعر بتاعه ولا اي حاجه خالص. مصر بالفعل نجحت في تصنيع انواع الورق مثل الفلوت والتست تسلينر، وبالفعل بتصديره حاليا للسوق الافريقي والشرق الاوسط. حاليا في توجه غير عادي لتصنيع الكرافت، ودي اعلى وانقى ماده ورق لتصنيع التغليف. بتعتمد في تصنيعها على الفيرجن بالب او الماده اللي هي الالياف النقيه تماما المستخلصه لب الورق، مستخلص من الاشجار. وبالتالي وهو ده التركيز على في الفتره القادمه من جميع المستثمرين ان هم ينتجوا الورقه دي. بالفعل في بعض المستثمرين احنا قائمين على مشاريع بتاعتهم بننفذها لهم. بالفعل بدأوا في تصنيع الورق ده، والقياسات ماشية كويس جدا، وما شاء الله هم ماشيين يعني هم مستهدفين السوق الخليجي والسوق الأفريقي. فيما يتعلق بإعادة التدوير،
الصناعة واصلة لغاية فين في مصر وينقصها ايه عشان تبقى يعني في مرتبة أولى عالمية؟ بالنسبه لاعاده تدوير، بالفعل مصر ماشيه كويس، في السوق المحلي ماشي كويس جدا في اعاده تدوير الورق. بيعتمد على ماده الخام الدشت، كل ما كان الخام ده نقي وبدرجه كويسه، كل ما يكون المنتج اللي تم تصنيعه طبعا مواصفات كويسه ومواصفات عاليه. ولكن في بعض المعوقات بتواجه المستثمرين في هذا الموضوع، زي توفير الماده الدشت نفسها، الماده الخام اللي هي الدشت الاوليه. طبعا بعض التجار المحليين بيتم التحكم في السوق بطريقه ما او باخرى علشان لرفع سعر المنتج اللي هو الخام نفسه، ودي المعوقه اللي بتواجه الصناعه دي الوحيده. بالفعل اتاحه او دخول الدوله في تنظيم هذا الامر هيكون فارق جدا مع جميع المستثمرين. يعني ايه دخول الدولة؟ الدولة بتستثمر في اعادة تدوير الورق؟ لا، دخول الدولة في تنظيم الدشت، يعني مثلا لو تم اتاحة كل منطقة صناعية في جهاز المنطقة الصناعية، لو من جهاز نفسه تم وجود آلية لتنظيم الدشت عن طريق شونة كبيرة او مجمع كبير لتجميع ده، او اتاحة فرصة لبعض المستثمرين انهم يعملوا ده، ده هيكون مفيد جدا جدا للصناعه المصريه داخل كل منطقه صناعيه. داخل كل منطقه صناعيه بالفعل. فرز الدشت بطريقه معينه، خلاص الدشت ده مستواه كذا بسعر كذا، ده مستوى متوسط بسعر متوسط، ده مستواه منخفض فبالتالي بسعر منخفض، وبالتالي يتم تنظيم الامور، يسهل كتير جدا على المستثمر المصري وعلى المصنع في مجال الورق انه يقدر يختار المستوى اللي هو عايزه بالسعر اللي هو عايزه، وبالتالي المنتج بتاعه هيكون موازي لهذا السعر وهذه الجوده. دخول الدوله علشان تعمل حاجه زي كده محتاجه ايه؟ قلت لي تنظيم، التنظيم ده يتم ازاي داخل المناطق الصناعيه؟ من هو المسؤول؟ اعتقد ممكن رؤساء الاجهزه في المناطق الصناعيه، اعتقد مهم ان هم يتواصلوا مع المستثمرين. المستثمرين عايزين يعملوا ده ومش عارفين يبداوا منين بصراحه. تواصلتوا معاهم انتوا؟ بداتوا؟ في ناس بالفعل بدات. مفيش اليه لتنظيم موضوع الدشت، يعني دلوقتي الدشت اصبح موضوع مش يعني هوائي. انا تاجر دشت، انا اقدر اتحكم في السوق، انا اقول انا بعمل ايه، لو مستثمرين الورق ضغطوا عليا انا ممكن اقلل كميه الدشت، مش هورق كميات دشت وبالتالي السعر يعلى تاني. لازم حد منسق يدخل ينظم الموضوع ده، او اتاحه فرصه لبعض المستثمرين ان هم ينسقوه مع الـ مع الـ مع رؤساء الاجهزه، اجهزه المناطق الصناعيه. ولكن ده ما تمش حتى الان. ومحتاج نوع من انواع التنظيم زي ما قلنا. محتاج نوع من انواع التنظيم طبعا، توفير بعض المساحات، توفير بعض المساحات الامنه. زي حضرتك عارف ان الدشت ده ماده قابله للاشتعال، فلازم تتامن بورق، فلازم يتامن بطريقه معينه. لازم بالفعل يكون بعض الجهات. ده اعاده تدوير؟ ده اعاده تدوير بالفعل. زرع الشاش ده اعاده تدوير، ده كرتون تم استخدامه قبل كده، بيتم دخوله في العجان لخلطه بالميه لكي عشان يبقى ماده مستحلبه سهله خالص، سهل تشكيلها. بتنزل بعد كده على 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 بدايه خط الورق، يتم تشكيله بجرامات وسمك معين. بيتم في المرحله الاولى شفط الميه اللي تم اضافتها على الكرتون ده، بيتم شفط كميات الميه دي خالص بحيث انها تنزل منها. بعد كده تدخل على مرحله العصر برضه لتجفيف جزء من الميه، بتوصل حوالي 49% دراينس. بعد كده تدخل على مرحله المجففات، وده هنا بيتم التجفيف بالبخار علشان توصل في الاخر ل 92% نسبه تجفيف. ثم بيتم استخدامه بعد كده فرق تصنيع صناديق الكرتون المدلع. من ضمن الحاجات اللي بنقدمها المهمه قوي ان احنا مش بنقدم صناعه الورق بس، احنا بجوده عاليه. ممكن تقدم صناعه الورق بجوده عاليه ان حضرتك يعني تنتج ورقه، بس تلاقيها في الاخر براس واز، مش يعني تكلفه تصنيع الورقه عاليه. فمن دورنا ان احنا بنقدم تكنولوجيا توفر لك تكلفه. ان انا اقدم اقل تكلفه البخار، اقل تكلفه استهلاك تصنيع الورقه لخروجها كمنتج تام. يعني الجزء الاول عندي في التصنيع، وهو الجزء الاول العجن، ثم استخلاص الشوائب من الورق، وبعد كده دخول العجينه على مرحله الواير اللي هي السلك اللي هو شافط الميه. الجزء ده شافط الميه منه
قليل جدا، تكلفته قليله كهربيا، دخول على العصارات ده استهلاك كهربي بس، كل ده جزء احنا بنقوله كده بنسحب الميه من الورقه ببلاش من غير اي كوست، كوست بتاعتها ضعيفه جدا. تدخل على مرحله بعد كده مرحله البخار، انا لو قدرت اسحب اكبر كميه ميه من الورقه في مرحله الواير ومرحله العصر بتوفر عليها تكلفه جامده جدا في مرحله البخار. ليه؟ لان البخار ده نتيجه غلايه، نتيجه سولار، نتيجه غاز طبيعي، فده تكلفه. فانا لو قدرت اسحب اكبر كميه ميه من الورقه في الجزء الاول ده بيوفر لي كتير جدا في تكلفه التصنيع والطن عندي. القرن ال21 شهد استخدام التكنولوجيا والتابلت وخلافه، ربما ده اثر على صناعه الورق، ولكن شهد ايضا مفاجاه ان نشطاء البيئه قالوا مش عايزين بلاستيك عشان البلاستيك مضر بالكائنات البحريه، عايزين الورق. فالباكجينج او التغليف بتاع كل حتى في اهم المطاعم بيبقى دايما الموضوع ورقي وليس بلاستيكي، وتلاقي ان في ناس تفتخر تقول لك تمام. يعني المقارنه دي حدثني عليها بلغه الارقام. ايه هقول لحضرتك، اول حاجه حصل كل الناس قالت الورق الكتاب خلاص بدأ ما بيستخدمش، التابلت والموبايل والايباد ده خلاص خد سحب كل الاستخدامات من الورق، بس في عندنا بعض النقط في الكتاب ما حدش يقدر يجي عندها، زي مثلا الكتب الدينيه ما حدش يقدر يجي عندها، دي ما زالت بتصنع، بعض المجلات لازم تصنع بالورق، فما زال الورق حافظ رونقه في جزء الثقافي ما حدش يقدر يجي عنده. كم في المية؟ ولكن بنسبة نقدر ولكن نحدد طبعا كم في طبعا المية مثلا؟ تقريبا لا حاليا وصل من استخدام الورق كله بيعتبر حوالي 20% عالميا في مجال الكتاب يعني لو كنا الاول بنتكلم 50 50 تراجع ل 20%، ولكن في ظل الوقت اللي تراجع فيه ال 20% مجال التعبئة والتغليف كبر جدا واخد مساحة عريضة غير عادية نتيجة. طبعا الورق سهل إعادة تدويره وسهل استخدامه مرة أخرى، 70 80% من استخداماتنا في التعبئه والتغليف ان لم تكن 90% هي ورق، النهارده هي ورق. حضرتك ما تبصش لازازه الميه انها بلاستيك، ازازه الميه لازم تتحط في كرتونه. الكرتونه دي من الورق. ازازه الزيت تتحط في كرتونه. علبه السمنه تتحط في كرتونه. قطاع الادويه، الادويه سواء كانت زجاج او كانت تابلت كلها لازم تتحط في انر كيس واوتر كيس اللي هي العبوه الداخليه والعبوه الخارجيه. قطاع الموالح، قطاع الاغذيه، قطاع الزراعي، قطاع الزراعه ده قطاع كبير جدا مصر متقدمه فيه، مصر يعتبر من ثاني او ثالث ثمره في 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 مجال البرتقال، في زراعه البرتقال، وبالتالي احنا مصدرين متفوقين جدا في مجال تصدير البرتقال. وبالتالي مصر برضو لها دور كبير جدا في تصدير لروسيا، تصدير للصين، بنصدر بالفعل كراتين دي للصين، تصدير للسوق الروسي، تصدير للسوق الاوروبي بكميات كبيره جدا، وده كله بيتحط في صناديق صندوق كرتون. وبالتالي طبعا الورق مازال حافظ مكانته، قطاع غذائي، قطاع زراعي، قطاع ادويه، لا طبعا ده الورق مازال محافظ على مكانه كويس جدا. زي ما حضرتك قلت ان في بعض المطاعم والشركات العالميه كل تفتخر طبعا بكونها انا صديق البيئه، انا صديق البيئه. ده حاليا كمان في بعض الدول الاوروبيه ما بترضاش تستورد اي ورقه غير لما يكون عليها شهاده اسمها FSC، دي لازم يكون الشجره اللي اتقطعت علشان يتصنع منها الورق يكون تم زراعه شجره اخرى. ده الحفاظ بالظبط، ده الحفاظ على البيئه. طب عندنا ارقام في اللي حضرتك قلته؟ زي ما قلت لحضرتك تقريبا احنا داخلين حوالي على يعني 90% من 80 ل 90% من الباكجينج او مجال التعبئه والتغليف كله عباره عن ورق، الاكواب الورق ده قطاع تاني برضو جدا. لو قلنا ان مجال الكتاب تراجع لحوالي 20% نتيجه التكنولوجيا الحديثه، ولكن لا مجال التعبئه والتغليف اخذ مساحه كويسه جدا في المجال ده. نشطاء البيئه بقى كسبوكوا قد ايه؟ طبعا هم اسعدونا جدا بال يعني هم قالوا البيبر كاب احسن من البلاستيك لان ده حقيقي صحي اكتر ويستخدم مره واحده وخلاص، يستخدم مره واحده ويتم ويعاد تدويره مره اخرى. البلاستيك في اعاده تدويره ما بتعرفش تخلص منه. ايه عيوب البلاستيك؟ البلاستيك طبعا بالنسبه للورق عيوبه صحيه، ده بند تاني خالص ما اقدرش اتكلم عنه، ده ليه ناس بتتكلم عنه. الورق اعاده تدويره سهله،
اعاده تدويره، بتحط عليه ميه بتعجن بيطلع ورق تاني ويعاد استخدامه في حاجات يوميه. شكرا. هو بس طب والصبغات او الطباعه اللي على لا لا، الصبغات اللي عليه لا ما فيهاش اي مشكله خالص. الورق البني ما عنديش مشكله فيه انه يتم اعاده استخدامه في الكرتون، كل انواع الورق بتتم اعاده استخدامها في الكرتون البني اللي هو الفلوت والتست، انواع الفلوت والتست. الورق الابيض بس الوحيد اللي بيدخل على مرحله اسمها دي انكينج او اعاده او ازاله الاحبار علشان اقدر استخدمه كورق ابيض كمنتج يستخدم في الورق الابيض تاني. تمام. وبالتالي بوفر استيراد ماده لب الورق اللي بتستورد من السوق الاوروبي. طبعا ما بقدرش اوفرها برضو بنسبه كبيره، لان طبعا اللب اللي جاي لب بمواصفات عاليه، الياف طويله او الياف قصيره قويه ما استخدمتش قبل كده، فلها مواصفات معينه لازم بدعم بيها الصناعه اللي عندي، الورق اللي طالع من عندي. تمام. بس نشطاء البيئه اللي قالوا لازم نستخدم الاكواب الورقيه ولازم طبعًا نستخدم التغليف الورقي، قالوا برضو ان كل ورقه بتكتب عليها بتهدر مش عارف قد ايه من البيئه، وكل ورقه مفروض ما نكتبش عليها، دايما نكتب على الموبايل وخلافه. في حاجات تقدر تستغنى عنها وفي حاجات مش تقدر تستغنى عنها. ممكن تستغنى عن الورقه انك تكتب عليها، انك تكتب على الموبايل او على التابلت، بس مش هتقدر تستغنى عن علبه الدواء انها تتحط في علبه كرتون. ما تقدرش تستغنى عن ازازه الزيت او انها تيجي لك في كرتونه. ما تقدرش تستغنى عن الكوبايه انها تكون ورق. انت مش هتقدر تشرب في كوبايه بلاستيك، تشرب في كوبايه ورق. هتكون مطمن انك تشرب في كوبايه. طبعا طبعا. وخصوصا في الكورونا ده زود مبيعاتكم اكيد. لو انا برضو عارف يعني معلوماتي ان الغردقه وشرم الشيخ بالفعل خلاص اقرت ان استخدام الاكياس الورقيه والكوبايات الورق هو ده الاساسي عندهم، ده العامل الاساسي. بالنسبه للجزء بتاع كورونا حابب بس اتكلم عنه شويه في عجاله سريعه. يعني اعتبر احنا حسينا بالازمه من شهر مارس تقريبا بدايتها بقوه في السوق المصري لحد احنا لسه عايشين فيها الفتره دي يعني. ستيل صحيح. بالظبط. ولكن بالتواصل مع بعض العملاء عندنا مصانع الورق ومصانع الكرتون المضلع والمطابع كميه مبيعاتهم خرافيه. طبعا طبعا كان في مصانع شغاله 24 ساعه. ايه طبعا. اربع ورادي مش بتقف، مش يعني ثلاث ورادي وورديه احتياطي جاهزه انها تدخل في اي وقت. ده ليه؟ شركات الادويه، تصنيع الادويه بدات تزيد بقوه بقوه بقوه. الغذائي زي ما قلت لحضرتك، القطاع الزراعي لا الباكجنج، التعبئه والتغليف في مصر ازمه كورونا ساعدته جدا جدا جدا، ما عطلتوش، بالعكس ده ظهرت قوه الورق وقوه هذه الصناعه انها صناعه استراتيجيه ممنوع ان احنا نقرب منها، المفروض ندعمها ونساعدها اكتر. بصراحه احنا من الناس اللي شافت ان كان في مشكله بتحصل نتيجة تواصلنا مع بعض الشركات الأجنبية عندنا، فحسينا إن في مشكلة ممكن تحصل في الورق الخاص بالجزء بتاع الأدوية. فكان بتوفيق من ربنا وفرنا آلاف الأطنان للسوق المحلي من بعض الدول الرائدة برضو في المجال ده، زي فنلندا، زي السويد، وده نوع الورق ده هنا في مصر متميز جداً. فبالفعل وفرنا في السوق المصري، وده ساعد شركات المطابع انها ما تقفش في الازمه اللي كان فيها حظر انتقال وكده، يعني ما وقفتش خالص، وفرنا لها الماده الخام. بالاضافه ان كان في شركات الدواء خطوط الانتاج كانت في التعاقدات بتاعتها، الحمد لله ما حصلش عندها اي ازمات خالص مع المصانع والمطابع يعني. فلا الحمد لله كان توفيق من ربنا، وأزمة كورونا بصراحة ساعدت قطاع الورق والتعبئة والتغليف في مصر كتير. البيبر كاب، الكوب الورقي، ما فيش عندكم انتم ما عملتوش حملات لترويج بقى؟ طبعا كده كده الإعلام يتحدث ان الأكواب البلاستيكية خطر، ومستشفى 57 قالت ان البلاستيك هو أحد أهم، يعني ربنا يبعد عننا يعني كلنا، مسببات مرض السرطان، وان الافضل الكوب الورقي. ما عملتوش انتوا بقى دعايه لهذا الامر من اجل تسويق لمنتجاتكم وخلافه؟ كل الفعاليات والندوات بتاعتنا والمعارض قائمه على هذا البند اللي هو تحويل الكوب البلاستيك لكوب ورقي. بالفعل حضرتك اعمل النهارده
سيرفي كده على السوق المصري راح لفين؟ لا طبعا استخدامه للكوب الورقي، تصنيع كمية كوب ورق في مصر غير عادية. النهارده بيصنع ويصدر لافريقيا، مش بيصنع للسوق المحلي بس. حضرتك حتى بعض المقاهي كلها بتستخدم دلوقتي اكواب ورقيه. ده حقيقي. ازمه كورونا صحت الناس وخلتهم تم يعني ايه بقوا ملتفتين الانظار للجانب الصحي شويه والتوعيه شويه، اني لا استخدم الحاجه مره واحده ما استخدمهاش مرتين. فالكوب الورقي من اهم الحاجات اللي تم استخدامها، اللي بيتم استخدامها مره واحده. الكيس الورقي بيتم استخدامه مره واحده، دي من الحاجات المهمه جدا، ويسهل اعاده تدويره مره اخرى، ويسهل اعاده تدويره مره اخرى بمنتهى البساطه. حاليا في اتجاه كمان لتصنيع الليد اللي هو الغطاء بتاع الكوب الورقي. ده ما بيتصنعش عندنا؟ لا بيتصنع عندنا. حاليا بدانا كمان في تصنيع ورق، وصلنا لبعض التكنولوجيا والمعدات الاجنبيه جبناها مصر بالفعل لبعض لتصنيعه من الورق وليس من البلاستيك. اذا اصبح الكوب بالكامل بالغطاء بتاعه، بالغطاء بتاعه كله اصبح. بس في دكاتره بيقولوا انه ما هواش ورقي ولا حاجه، ده هو جواه حته بلاستيك، يعني زي ما بيقولوا سوليفانه صغننه كده. لا 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 لا، الكوب الورقي عباره عن نوعين، او احنا بنقول عليهم عيلتين، عيله خاصه بالمشروبات البارده وعيله خاصه بالمشروبات الساخنه. صحيح. المشروبات البارده لازم يكون واخد ماده بولي ايثيلين رقيقه جدا، فيلم ضئيل جدا جدا مايكرون. البارد من اتجاهين، من الخارج ومن الداخل، عشان لما تمنع بالظبط لما يحصل تكثيف للميه ما يحصلش دمج في الكوب وينهار منك. لا يبقى ماسك نفسه، فبالتالي ما يتشربش الميه دي، فلازم يكون حميم من بره بالبولي اثيلين. في نفس الوقت بتساعدني على اللحام من جوه، لحام الكوبايه مع بعضها. اللحام دلوقتي بقى فيه نوع انواع من انواع اللحام التراسونيك بدون لمس خالص، ده علشان الجوده وعلشان يكون صحي اكتر للمستخدم، انه ما يكونش فيه اي سخانات ولا اي حاجه ولا اي جزء حديد لمس الكوبايه من جوه. تمام. ده الجزء ده، الجزء ده بسيط جدا جدا. الجزء الساخن اللي هو الكوبايه المشروبات الساخنه بيكون فيها بول ايثيلين من الداخل بس مش من الخارج، لان بالفعل ما فيش ميه بتتكثف عندي من بره. ماده بول ايثيلين رقيقه جدا جدا، استخدامها ضعيف قوي، حتى بلاستيك ضئيل ضئيل. ايوه بس بلاستيك يعني ممكن تضر، يعني احنا برضو احنا هربنا من البلاستيك انه هناك هيسخن فهيعمل لنا بس ضرر. انت كان عندك مشكله في البلاستيك هناك، انك بلاستيك ومش عارف تدوره، وفي تدويره مشكله ازليه قائمه مع حضرتك. انا في الورق انت بتعيد تستخدمه، بالمناسبه انت انا بتكلم على صحه الانسان هنا، مش بتكلم على اعاده اقل ضررا، اقل ضررا. طب انا هقول لحضرتك حاجه، حضرتك لما تروح تجيب ساندوتش من بره او اي لو موجود في 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 بيبر باج او كيس ورقي، ايوه افضل واقيم، وحضرتك بتحس بارتياح وبتحس طبعا بامان اكتر، ولا في كيس بلاستيك؟ لا طبعا اكيد. بس انا كده طمنت، انا ده السؤال اللي كنت عايز حضرتك تجاوب عليه. العالم متجه للتغليف بالورق لانه هو اسهل. نعم. في التدوير. صحيح، ده ما انا مش مختلف معاك خالص. ده حاليا كمان من ضمن التكنولوجيا اللي وصلنا لها، ان احنا مش حضرتك عارف الشفاط اللي بيستخدم في العصاير. ايوه. ما بقاش من البلاستيك، بقى من الورق. الايه؟ الشفاط. الشفاط اللي هو الجزء الرفيع ده شايموه. لا معقوله؟ اه ازاي بقى عملوه؟ لا كنت ممكن اجيب لحضرتك عينات معايا بالفعل. ورقي؟ ورقي اه. شاليموه ورقي؟ اه ورق. ورق رفيع بيتلف كذا لفه بطول معين، بيتقطع في مكان باطوال معينه، نفس فكره الكور بالظبط اللي هو اللي بيستخدم في قلب بكر الورق. اللي بيشيل بكر الورق، نفس الفكره بالظبط. بنعمله على اللي هو الرفاع ده، وبالفعل انجلترا ممنوع استخدام البلاستيك هناك في انجلترا، وبالفعل بنصدر من مصر هنا، في هنا 2 مستثمرين مصريين بالفعل بداوا فيه. يعني المثل عموما بيقول رب ضاره نافعه. مصنعوا الورق اللي لقوا نفسهم ربما في ازمه بدايه القرن العشرين بعد ما بدات تظهر الحواسب الالكترونيه وبدات تسحب الرياده للورق المكتوب او للكتب أو لكل ما هو مقروء، بدل ما يقرأ على ورق يقرأ على شاشة. ظهرت أشياء أخرى بديلة ربما كانت ساهمت في ارتفاع مبيعاتهم، اللي شاهد انخفاض أو شاهد كبوة في عدد بسيط من السنوات. الطفرة كانت في النشطاء البيئيين اللي حذروا من الأكواب البلاستيكية، فاتجه العالم للأكواب الورقية. حذروا أيضا من التغليف البلاستيكي لأنه مضر جدا بالبيئة، فاتجه العالم للتغليف بكل ما هو ورقي. معرض الشرق الأوسط الدولي في نسخته 12 اللي هيعقد في مدينة نصر بداية من يوم 17 الشهر الجاري، ربما هيكون أحد العناوين المهمة جدا اللي هتتحدث عن هذا الأمر
وهتبرز ايضا المجالات اللي كان فيها الصانع المصري ماهر وبدأ بالفعل يعني ايه ينافس دوليا. يعني المهندس مصطفى صادق نورنا. المهندس مصطفى صادق هو الراعي الرسمي لهذا المعرض. شكرا جزيلا لحضرتك، شكرا نورتنا لحضرتك وافدتنا بعدد كبير من المعلومات. شكرا لحضرتك ومشاهدينا الكرام. شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك وبشكر حضرتك شكرا جزيلا. بعد الفاصل فقره اخرى من نهارك سعيد، خليكم معنا.